نبداو مع قصر هلال. معنا نسرين، مرحبا بيك نسرين. الو، مع السلامه. مرحبا لالا، تفضل. بربي نحب نسال الدكتور عن النحل على الكامبار، يقول لي اسكو معناها ما عنديش حتى سوليسيون غير بالكامبار ولا كيفاش. بس اي عديت فصلت دي فيتامين وبعدين مشاش معايا الفيتامين، عملت حتى زرارق بتاع تنشيط البويضات. راح لي عن فيتامين منشطات. اي منيش نسمع فيك بالكدا نسرين. راه تسمع فيا هكا؟ نسمع فيك هكا. توا اقعد هنا واحكي معنا بالكدا باش نجمو نفهم الموضوع ونجاوبوك. قلت لك اني اما خذيت فيتامينات منشطات ما مشاش معايا، وزدت عملت زرارق. زيد راجلي كيف كيف تعمل زيت فيتامين. وانا عندي مشكله في الكرش، عندي زي ما هي سوا زايده في الكرش، خاصه في الكرش. عديت برشا الحقيقه، صار عندي ديزا ولا نعدي الحقيقه ما حبلتش. نحن نسال الدكتور اسكو فما حل اخر، نجم نعمل حل اخر. قداش عمرك انت يا نسرين؟ قداش عمرك؟ 29. وعندك عامين تعدي؟ وعملت وعملت التحاليل وعملت القوانين نتاع القنوات، التصويره نتاع القنوات، الاستيروغرافي عملتها، ثبتت القنوات نتاعك؟ لا يلزمك الساعه تبدا تكمل التحاليل، معناتها يلزمك راجلك يعمل تحليل نتاع الحيوانات المنويه سبيرموغرام، وانت ماذا بيك تعمل تصويره نتاع القنوات استيروسالبانجوغرافي، وفما تحاليل امبيلون هرمونال لازم يتعمل. معناتها لازم الساعة تكمل التحاليل قبل ما نحكيو شنو الحلول. خاطر التحاليل هي اللي باش تحدد الحالة شنو، باش نجمو نلقاو طريقة العلاج اللي باش تجي من بعد. فهمت نسرين؟ اي فهمتك. اي تو معناتها ما طلبتش مني باش نعمل قبل كل نقاط تعطي فيها في فيتامين وزرارق هكا. نعم، ماذا بيك توا حسب ما فهمت مازلت ما عملتش التصويره الاستيروغرافيه. ما عملتش التصويره. اي افترضنا عندك انسداد في القنوات، لطف عليك لما حاله معناتها تولي فما علاج فيها. فهمتك. باهي يعطيك الصحه دكتور، الله يخليك. نمشيو لبنزرت، معنا احلام. مرحبا بيك احلام. الو الو، عسلامه. مرحبا لالا، تفضل. عايشك. بالله انا جيت اون بيتيت كيستيون، انا عملت فيه في دو جون. اي سيتي تريزونيك، يعني نجحت الكروسيس، مي في الكاتخيام موا عرفت اللي هو تريزونيك. قداش عمرك مدام احلام؟ 36. حبيت نعرف اسكو الريسك نتاع تريزومي موجود ديما مع الفيز، واسكو جو بو ايفيتي سا بروشينمون يعني. يعطيك الصحة مدام أحلام في السؤال. الريسك دو تريزومي ماهوش موجود مع الفيف، الريسك دو تريزومي موجود مع العمر نتاع المرأة. وفيف ولا مش فيف، ماذا بينا فما ايكوغرافي تتعمل في 12 أسبوع تتسمى برومي تريمستر، نقيسوا بها الرقبة نتاع الصغير، وفما تحليل آخر هو توا نلوجوا فيه على الأديان نتاع البيبي في الدم نتاع الأم. نجمو نعملوه تحليل زادل، وفما بالطبيعه حاجه اسمها اميوسنتيز، معناتها فما برشا طرق نفيقوا بها بالتريزومي على بكري، اما فماش حتى طريقه نجمو نعرفوا الجنين قبل ما نعملوا التحاليل هذوما اللي قلت لك عليهم. يعني الريسك ديما موجود. الريسك ماهوش كبير برشا، راهو تريزومي 21 كيما نقولوا اكسيدون، راهي ماهيش حاجه تنجم تخاف منها برشا. خاصة عمرك 36 سنة قلت لي، ما صغيرة راهو 36 مش كبيرة برشا. باهي جوست السؤال نتاع أحلام دكتور يتعاود برشا، شبيه شوية للكا يمكن نتاع أحلام، ويسألوا جينيرالمون يقول لك طفل الأنبوب البيبي اللي نجم يتولد ينجم يكون عنده تأخر عقلي باغ إكزومبل، تأخر في المدارك نتاعو، اسكو صحيح هذايا وإلا لا؟ معناها طفل الأبوب ما يبدل حتى شيء في التكوين نتاع الجنين، معناتها الجنين يطلع ولد بوه أمه. كيما ينجم يطلع لاباس عليه، اللي هو في أكثرية الحالات الصغار يطلع لاباس عليهم، كيما ينجم يطلع فيه في شوية معناتها مشاكل ولا أمراض ولا أما هذا ماهوش طفل الأنبوب اللي يظهره ولا اللي يوريه، هذا موجود في كل الحالات. باهي، ماهو تعرف أنت عادر ما سختر موجيك السؤال. أي السؤال ظاهر، مي المعتقد هذاك شنو يخموا العباد؟ الفيفرا موجودة من عام 78. 42 سنة. ملايين الحالات في العالم، معناتها توا عندنا فكرة كبيرة معناتها على الطفل الأنبوب، ونعرفوا
ما فماش ما فهمش اكثر تشوهات من البيبيات العاديين. نعرفوا ما هو تعرف محمد ساعات افكار غالطه العبيد دونك لازمنا نعاونوا لازمنا نحكيوا في الموضوع هذا هذاك علاش احنا اللي فهم موجوده. مرحبا يا سيدي. نمشيو للمستير معنا هاجر. مرحبا بك هاجر. مروه عسلامه. مروه مرحبا مروه. هاجر قلت مروه مرحبا هاجر تفضل. لا باهي اني عمري 31 عام. اي عندي 7 سنين معرفة وما جبتش صغار. عديت وعملت التحاليل اللازمه الكل اني وراجلي وطلع راجلي هو عنده ضعف معناتها. عملت تلقيح مجهري مرتين نعمل. عملت في السبيطار. واما ما مشيتش معايا معناتها. اي ولا اله الا الله محمد رسول الله. الحقيقه الاربع سنين الاولى اني يعني عملت معناتها عديت اما 3 سنين هذوما مانيش قاعده نعدي قصيت هكا هاو فهمتني. ونحب نسال الدكتور نحب نعمل في معناتها بالفلوس في البريفي نحب نعاود نحب نسال نسبه النجاح معناتها اكثر في السبيطار والا في البريفي. يعطيك الصحة مدام هاجر. السؤال هو ديما عندنا السؤال هذا يفرض نفسه مي أنا يظهر لي ماهيش مربوطة بالفلوس الحكاية معناتها البروتوكول هو البروتوكول موجود وسبيطاراتنا معناتها صحيح تنجم سبيطار معناتها تلقى روحك أكثر صف والبريفي معزز مكرم أكثر أما في بالي في الحاجة الطبية ونوعية الطب ونوعية المخبر وكل شيء ما نظنش كان فما فرق. الاكثر كان فما نسبه نجاح ما نقصش لازم نفهموا الملف معناتها قبل ما تنجم تعمل وين تحب انت مدام راهو معناتها هذا حسب ظروفك انت اما راهو كي نقولوا ما نجحش لازم نفهموا شنو اللي ما نجحش بالضبط معناتها كي يبدا ناقص حيوانات منويه نجم يكونوا العدد الاجنه اللي عندنا شويه نوعيه الاجنه اللي تكونت شويه عاده بعد ما نعملوا مرتين طفل انبوب ولا التلقيح المجهري وما تنجحش نقترحوا باش تعمل الاستيغوسكوبي معناتها منظار الرحم عند المرأة ونعاودوا تعاود تخمم معناتها تعاود تخمم تشوف شنو الدويات اللي خذيتهم وكيفاش نجموا نحسنوا. باهي دكتور شنو هو منظار الرحم عند المرأة؟ استيغوسكوبي معناتها ندخلوا كاميرا كيما في نعملوا فيبروسكوبي ديجستيف اللي عنده معناتها باغ اكزومبل معدته تقلقوا تمشي طبيب المعدة يدخل لك تيو باش يشوف المعدة من الداخل تسمى فيبروسكوبي عند المرأة فما حاجة اسمها استيغوسكوبي معناتها كاميرا ظريفة تدخل في وسط الرحم من اللوطة ونتفرجوا عليها بالتلفزة ونجموا نسجلوا الفيديو باش نجموا نشوفوا شنو بالضبط معناتها باش نشوفوا تجويف الرحم فماشي مشكلة في بطانة الرحم فماشي فيبروم ولا فماشي بوليب اللي يقلق الرحم فماشي التصاقات فماشي حاجة تقلق ساعات فما انفكسيون تسمى اندوميتريت معناتها كي عادة كي نعملوا مرتين طفل انبوب ما تنجحش نقترحوا باش تعمل منظار الرحم استيغوسكوبي قبل ما نعاودوا مرة أخرى. مش نورمالمون يمكن نعرفش أنا أما يظهر لي لوجيك أنكم تعملوا المنظار نتاع الرحم قبل باش تشوفوا اسكو الرحم سليم ومن بعد نعملوا طفل الأنبوب باش نضمنوا أكثر أن النجاح نتاع العملية. هو فما شكون يخمم كيفك أنت ويحب يعملها مي احنا لازمنا نتبعوا المعلومات الموجودة عالميا وشنو تقول لا سيونس أون جينيرال ما هيش مع العمليه هذه فما شكون وحده ياخذ قرار يقول لك انا راهو اي واحده باش تعمل طفل انبوب راني قبل باش نعمل لها المنظار اما معناتها كي نقولوا نحن العلماء مازالوا ما اتفقوش عليها انها لازمه. باهي هذيك صحه دكتور نمشيو مش نفس الحاله سامحني كي تبدا فما مشكله افترضنا معناتها عندها ورم ليفي في بروم ولا عندها اندوميتريوز ولا عندها مرض معين المراه الأحسن تعمل استيروسكوبي قبل ما تعمل طفل انبوب. باهي يعطيك صحة دكتور. لك دو معنا بلال. مرحبا بك بلال. باهي مرحبا عسلامة. مرحبا سيدي تفضل. عايش. بلال حبيت نسأل الدكتور طبعا أنا عندي قريب 6 سنين يعني متزوج وكل شيء وفي البريود الأولانية ما صارش حمل. من بعد التجأنا معناها للطب في الخاص ومن بعد مشينا لسبيطار عزيز عثمان. عملنا الاجراءات معناها التحاليل اللي طلبوهم علينا كسواء لي انا ولا للمدام وخرجوا سامحوني خرجوا معناها ما فيهم حاشا ديكا معناها لاباس فهمتني
وكملنا في الاجراءات العاديه نتاع طفل الانبوب وكل شيء. اما كي جربنا ما نجحش، ومن بعد ما جاوبوناش علاش، معناها مناش بالضبط يندرى من المدام، والا فما حاجه معناها صارت اللي خليت الحاله ما تنجحش. هذاك علاش وشنو نجم نعمل انا تو، خاطر عملنا المحاوله الاولانيه، في المحاوله الثانيه حسب رايي شنو نجم يكون مطلوب مني، نجم نعملوا حاجه ما طرقنا لهاش معناها في المحاوله الاولانيه، ولا شنو نعمل بالضبط؟ يعطيك الصحة سي بلال على السؤال. هو إجابتي باش تكون عامة، معناتها خاطر ما عنديش الملف قدامي، مي عادة أنت قلت لي البيلون كله نورمال، معناتها تتسمى هذه انفيرتيليتي انكسبليكي. أنا كنت أزورة، أنا كنت أزوز ترمي، ومن بعد قعدت ناخذ في معناها تريتمون معين، والنوعية معناها نتاع السبرموغرام تحسنت، معناها خرجنا من الزيرو للزيرو فيرجول، معناها فهمتني جست باش تبدا في بالك. أي تبدلت المعطيات. ما عندها حتى شيء. اي واضحه تو، معناتها تو المشكله الاولى هي مشكله النقص في الحيوانات المنويه. وبالطبيعه كي تبدا الحيوانات المنويه ناقصه حتى التلقيح الاجنه يكون ناقص. تو ماذا بيك ترجع تشوف التقرير نتاع اللي عملته نتاع طفل الانبوب اللي صارت، باش تشوف بالعدد هذا نتاع الحيوانات المنويه اسكو الاجنه جاو باهين، معناتها وصلوا للنهار الثالث النهار الخامس، شنو هي الكاليتي نتاعهم، خاطر تكتب في التقرير نتاعهم البيولوجيست يكتب. هو نحن في ظرف نهارين دكتور، معناها جيت مع الكونفينمون سامحني قصيت عليك، من بعد نهارين معناها خذوا البويضه، بعد نهارين قالوا نتعادوا ترجع باش نعاودوا نرجعوا البويضه، معناها تقريبا ما فاتوش 40 تويتر. هي هذيك تحكي لي تو سي بلال على ظرف خاص، ظرف خاص راهو الكونفينمون. راهو انتم قالوا لكم رجعوا البويضات، فما برشا عباد قلنا لهم ما تنجموش ترجعوا البويضات، خاطر وقت الكونفينمون الناس كل سكرنا، واللي كان ولينا نعملوا السحب نتاع البويضات ونعملوا التلقيح ونقوموا بتجميد الاجنه الكل. ما عندنا توا برشا عباد اللي فك الشهرين ولا قداش ثلاثه عملوا طفل انبوب، ما كلهم اجنه مجمده، ما نجموش يرجعوهم على خاطر بطبيعه الوزاره قالت لنا والمسؤولين قالت لنا معناتها ما عندكمش الحق توا. هاك الجماعتين هذوما فيسا 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 كملنا، ومن بعد بطبيعه سكرنا، قعدنا فوق الشهرين ما نخدموش. مع انت جاتك في ظرف خاص راهو سي بلال، معناتها انا رايي ارجع للدوسيي نتاعك، افهم شنو موجود شنو مش موجود، وبالكش تعاود في فرصة سليمة إن شاء الله. هالمرض مشي علينا الكوفيد وما عادش نحكيو في المشاكل هذه إن شاء الله. يعطيك صحة دكتور. نمشيو للمهدية، معنا صالحة، مرحبا بك صالحة. ألو عسلامة. عسلامة لله، مرحبا. عسلامة. دونك نسأل الدكتور، يعني عملت تحاليل طلع عندي ضعف مخزون. قداش عمرك مدام صالحة؟ 42. إي مخزون 14. اي عمل لي الزرار قد كنت قاعد تشيك الموبايل كل ما عطاوش مفعول معنا. اي حابين نسالش كون نجم نعمل الكمبوه والا لا. صعيب نجاوبك على السؤال هذا، خاطر العمر نتاعكم مع ضعف المخزون نجم انت تخلط تعمل التنشيط نتاع البويضات، معناتها تستعمل الزرارق وحتى بكميه كبيره تستعملها، وفي اخر المحال ما نخلطوش العدد البويضات اللي نحبوا عليه، مع نحبوا كي نعملوا تنشيط على الاقل نلقاو اثنين ثلاثه بويضات، مع الاقل نلقاو باش ناخذ من طفل الانبوب. مع النقص نتاع المخزون في العاده ما عندناش برشا حلول، خاصه في العمر نتاعك. باهي ان شاء الله ربي. طفل الانبوب ما هكا كيما نعرفوه نحن اليوم، لا ان شاء الله العلم يتطور يجيب لنا حاجه اخرى ما يطول. ان شاء الله ربي معك مدام صالحة، وان شاء الله باللطف عليك. سينو احنا مازلنا مكملين مع بعضنا من توا حتى كش للاربعة متاع العشية، تنجموا تطلبونا على 31 380 ألف. موضوعنا اليوم ما هو طفل الانبوب وتلقيح المجهري، وحاضر بحدينا الدكتور احمد الصخيري طبيب مختص في امراض النساء والتوليد والمساعدة على الانجاب.